التعليمات التي تصدر من البلد المضيف نحن كهيئة ملتزمون بها. مثلا الملف الصحي، تؤكد وزارة الحج السعودية على الملف الصحي، وفي هذا العام بصراحة هنالك إجراءات مشددة على الملف الصحي، أكثر من 10 إلى 12 مرض استبعدوا بعض الحجاج في هذا العام يصلون إلى ديار المقدسة. وأيضا أخواني أؤكد أن هنالك لجنة صحية من وزارة الحج، من وزارة الصحة العراقية، أنه حتى الذي يفوز بالقرعة لابد أن يخضع إلى اللجنة الصحية. اللجنة الصحية هي التي تقرر إمكانية هذا الحاج. وهذه التعليمات أخواني صادرة من البلد المضيف، يعني أمراض أنا لا أريد أن أحصيها في هذه الوقفة، ولكن وصلت إلينا عبر المسار الإلكتروني التعليمات إلى كل البعثات الحج الإسلامية والعربية أنه يجب أن تلتزم بها. وضعنا الفئات العمرية مثلا أنه 60% للفئات من 60 عام فما فوق، يعني تصل حسب ما شفت بالفائزين ببعض المحافظات أعمار 102 103 104 90 كذا، في هكذا أعمار. تركنا الأولوية لكبار السن 60%، وحتى الفئة الوسطى اللي هي من 30 عام إلى عام 60 أيضا فيها كبار اللي هو عمره 55-59 سنة، أيضا قد تصل إلى نسبة كبار السن إلى 80% بصراحة. وتعرفون القافلة 45 حاج لابد أن يكون لهم معين. نحن العام الماضي إخواني القافلة 45 30 منهم مقعد كبير سن، ورئيس القافلة أو مدير القافلة أو المتعهد القافلة لا يستطيع أنه أن يدير هذه القافلة لوحده بصراحة. طبعا أيضا نحن تعمدنا أن نضع هذه النسبة لأنه لو فتحنا الأمور على مصراعيها بصراحة، وأقولها بملء فمي، لو كانت البرنامج وضع فقط لفئات مفتوحة، تعرفون أن الشعب العراقي شعب فتي، شعب فتي، ما بالنا لو كانت هذه مفتوحة وأغلب الفائزين كانوا من فئة الشباب، أيضا تحصل مشكلة ويحرم منها كبار السن. نحن في هذه القرعة وفي هذه المستويات الثالثة حفظنا كبار السن أن يكونون في القوافل.